المباراة اللي الأهلي خرج منها ما خسرش نقطتين بس ولا خسر الأزمة اللي أثيرت، لا النهاردة اتحاد الكرة بيخسر الأهلي واحد من الأعمدة الرئيسية المهمة في الفريق لمدة 4 مباريات. اتحاد الكرة أو إدارة المسابقات حسب ما أعلن يا باشمهندس بتوقف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الدولي 4 مباريات وبتغرمه 20,000 جنيه. والسبب إيه كما ذكر في بيان الاتحاد؟ وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي. ده اللي حصل بالظبط. شوف أنا قلت عندما تصبح العدالة حلما. ليه؟ هل الشناوي أتى بتصرف يخضعه لهذا الإجراء؟ الصورة بتقول إنه كان بيكلم الحكم ومسكه من دراعه عشان يكمل حديثه معاه. يعتبر هذا الأمر في عرف اللوائح عندما تريد تنفذها أمر خارج عن السلوك الرياضي. خلاص نقبل هذا الأمر، ولكن اللي يضحكك في الأمر أن أمور أكثر خطورة وأكثر تعديا على التحكيم مرت مرور الكرام حتى يوم ما جم يحاسبوا على تصرفات واضحة ما كانش يمكن تجاهلها. القرارات صدرت بعد 10 أيام كانت عمل فيها مباراة، والغريب أن الشخص الذي أوقف هو الذي أحرز هدف المباراة إمام عاشور، وبعد كده فرجاني خد 4 ماتشات على وقعة أكبر بكتير من اللي عملها كابتن الخطيب اللي كان الشناوي كابتن الشناوي ما زلت متأثرا بالإنشاء بجولات الخطيب فأنا عايز أقول حاجة يعني، وماله المخطئ يحاسب؟ بالعكس قد تكون فيها فايدة للمخطئ نفسه أنه يتعلم. يعني خلي بالكوا يا شباب الأهلي ما تقسوش على السوابق، أنتوا هتتعاملوا معاملة خاصة جدا، هتتعاملوا بإرادة الحساب، ملناش دعوة إن غيرنا ما بيتعاملش بيها إن إحنا نتصرف زيه، لكن لازم ننبه باستمرار أين العدالة.